المدرسة يجب ألا تكون امتيازاً أبداً. المياه الصالحة للشرب ينبغي ألا تكون رفاهية. العلاج، الغذاء، المأوى يجب ألا يكون أحدهم على حساب الآخر. من ظلمات العتمة يبزغ نور الإمكانات البشرية، وهذا يصنع الإلهام والتنمية. نخطط لدعم النمو الاقتصادي والازدهار وخلق الاعتماد على الذات في البلدان الشريكة. نقوم بتمويل المشاريع وتطوير قطاعات النقل والمواصلات، الزراعة، الطاقة، البنية التحتية الاجتماعية، والقطاعات الأخرى. الاستدامة الحقيقية تجلب مستقبلاً أكثر إشراقاً للأجيال القادمة، وتخلق تنمية مستدامة حتى لا ينظر لفقر هذه البلدان بعد الآن، وإنما إلى تنميتها وازدهارها. أينما كنت سنقف معك. الصندوق السعودي للتنمية.